رجعنا لكم من جديد في ليكيب كان نحكيوا على مقابلة المنتخب الوطني التونسي نهار الجمعة ضد المنتخب المالي، مقابلته الثانية في كان من أجل استعادة الثقة. أكيد المنتخب المالي شنو نجموا نعرفوا عليه في الفيديو اللي نشوفوا توت سويت. المنتخب المالي اللي حقق انتصار برباعية في اللقاء الأول ضد المنتخب الموريتاني في نتيجة هي الأعرض في الجولة الأولى في الكان. المنتخب هذا هو واحد من المنتخبات اللي ما خسروا حتى مقابلة في التصفيات وترشح على رأس المجموعة. ملاعبية المنتخب المالي يتمتعوا بخبرة كبيرة وينشطوا في أبرز البطولات الأوروبية على غرار المهاجم السابق للترجي الرياضي والحالي البورتو البرتغالي موسى ماريغا ومهاجم سبورتينغ البرتغالي عبد الله ديابي ومامادو فوفانا صخر الدفاع ميدز الفرنسي. تاريخيا منتخبنا قابل المنتخب المالي في 4 مناسبات، 3 انتصارات المالي وانتصار وحيد لمنتخبنا. هذه الكل تبقى أرقام مهمة على منافس ماهوش سهل، لكن بانتظار ردة فعل من منتخبنا. دونك منافس محترم وضع عديد الاشياء الباهيه في المقابله نتاعو الاولى وضرب بقوه ضد منتخب موريتانيا. سيفا اكيد لازم نقراو الف حساب منتخب مالي. مالي عراقتهم وتاريخهم سابق للفريق هذايا، مش فقط في النسخه هذه. اولا لو نرجع للتاريخ القريب، الفريق تقريبا كان مشاع في كل النهائيات، حتى ولو انه ما فازش بكاس افريقيا الا نلقاه كسوا في الكاريداس ولا يمر دائما من المجموعات. وحتى رغم انه لي سيليكسيونور اللي تعدوا عليه كثيرين، الا انه اللاعبين اللي يجيو من بطولات اوروبيه من سيت كبير كسوا برشلونة قبل والا توا حاليا من البرتغال، يخلوا الفريق نتاع مالي متكون من نجوم. ولما الفريق يكون يعيش مع بعضه مده طويله يعطي النتيجه كما قاعدين نشوفوا فيها حاليا في الدوري هذا، رغم انهم في مباراه الوديه اظن انهم انهزموا مع الجزائر 3-2 في مباراه اخر مباراه مع الجزائر اظن، الا انهم في المباريات الرسميه احسن فريق او اعرض نتيجه صارت في الكان هي للمنتخب المالي 4-1 في الدور الاول، وهذا ما يعطيه قيمه مضافه. فريق متوازن، فريق دفاعيا يشتغل بشكل إكيليبري وخاصة بشكل جماعي، ثم نلقاو عنده الفنيات الفردية اللي هي خلقت فرص اللي شفناها أمام المنتخب الموريتاني ومكنتهم من تسجيل 4 أهداف. وبالتالي بالنسبة لنا احنا منتخب تونس باش نواجه فريق من الطراز نقول أنا رزين، يعني ماناش باش نلقاو منافس من متينة سهلة، فتجهيزنا يجب يكون في أتم معنى الكلمة. لكن أنا عندي ثقة أنه في المباريات هذوما فريقنا دائما يكون حاضر كما يجب. وليد قلت شاهدت منتخب مالي في المقابلة نتاعو الأولى، قلت شاهدت شوية بون أكيد دفاعيا المنتخب هذا قبل في تصفيات جزء أهداف في 6 مقابلات، أكيد المدافع عندك شاهدت المدافعين نتاعو، كيفاش مهاجمينا ينجموا يستغلوا ممكن نقاط الضعف نتاع المدافعين نتاع مالي؟ والله بالنسبة للدفاع المنتخب المالي عنده الحقيقة دي جوار كوستو، لكن نعرفوا في معناتها لي ديفونسور ولا لي جوار افريكان بصفة عامة عندهم نايفتي كبيرة، سورتو معناها في معناتها في ليني ديفونسيف، معناتها يعملوا أخطاء، معناتها يبانيكيو برشا، وهذا لازمنا نلعبوا عليه، معناتها النقطة هذه مهمة برشا. لكن خلينا معناتها نحكيوا ساعة على البريستاسيون نتاعو في المقابلة الأخرى. منتخب المالي ضد موريتانيا معناتها كوانسيدونس كبيره، خاطر لا بلو لارج فيكتوار ضد المنتخب الموريتاني 7 بشيء معناها في لي زاني 60 70، وبالزهر معناها ربحت 4-1 المقابله الاولى في الكان. الحقيقه عملوا مردود ممتاز، عملوا شو ضد موريتانيا، تعداوا معناها من لاكس، تعداوا على جناب، سجلوا اهداف متنوعه،
منتخب يخوف الحقيقه، لكن انا ما نوفقش برشا سيريدا معناها على كي قال مالي وصلت برشا النهائيات، معناها صحيح خلطت لكن في مناسبات قليله، ممكن 2012 2013 اخر نسختين خرجت من المجموعات اخر نسخ. فوالا دونك سي ديرني توم تعرضت شويه قبل في كاريداس قبل في 2012 2012 و2013 عملت دو فوا تروازيام بلاس ميداي دو برونز. سي دو سيت بيريود انا كي سي اون بيريود دور بالنسبه لي. اي فوالا، اما بيريود الاخرى ما نتعرضت شويه لصعوبات، دونك ان شاء الله كي نكونوا متماسكين ونعاودوا نقولوا نهبطوا افيك لا بون فورمول ان شاء الله نعملوا نتيجه ايجابيه ضد مالي ان شاء الله. خالد مالي عندها مهاجم كنت نظن لعبت معاه في الاسبيرونس موسى ماليغا، قلت لي لا، لكن مهاجم يلعب في بورتو عدى سنه موسم متميز ومطلوب من احسن الانديه في انجلترا. صحيح، هو تشوف بار ماريغا هو الليكيب الكلها تنشط في اوروبا، بار حارس المرمى يلعب في استاد مانيال بيخي كل ما بين نشطو ما بين فرنسا بلجيكا وتركيا برتغال في ثم لاعب الاثنين في تركيا، دونك الليكيب الكلها يعني دي برو. ممكن هذه لا نوفيل جينيراسيون نتاع مالي من بعد الليكيب نتاع كانوتي وكايتا عملوا ان باساج فيد بتاع لي دو اديسيون الاخرانيين، وتوا قاعد يعني يخلقوا في منتخب جديد واللي رينا كوستو في التصفيات والا في المباراه الاولى. نوتامون ماريغا سي ان تري بون جوار، ورا هذا في لي باساج تعدى فيهم بعد اسبيرانس. شفته شويه في تونس ولا لا؟ لا لا، بار كونسيدونس انا كملت، وهو الفتره ديك جا ما لعبش برشا، ملعب الجمله ملعب الجمله جوست ميكو. فوالا كان فما مشكله نتاع ان اترونجي، ديجا فما تروازي ترونجي وقتها، يانيك وفولو وماجنو كروس باش خاطر البوست هذاك ديجا فيه يانيك. بون مالوريزمون الترجي ما صغرش من اللاعب هذا، لكن قاعد يعمل في كارير كبيره ياسر. ايفولو يعني من الباساج نتاعو من فريق الفريق، وتوا يعتبر من احسن المهاجمين في اوروبا، دونك لازمنا نردوا بالنا سورتو المدافعين نتاعنا اللي الحقيقه الماتش الاولاني وراو استسهال للمنافسين، خاطر مرياح ولا برون نعرفهم مدافعين عندهم لي كاليتي تكنيكي اتليتيك سورتو، ما رينا شويه استسهال في الماتش الاولاني، يردوا بالهم بارابور لماريغا، خاطر رينا بدنيين اللي يعني جوار كوستو بدني، وزاد رغم اللي هو جوار يعني بدني كبير وثقيل، لكن الفيتاس نتاعو محترمه جدا وقادر بال يعني عنده رابيديتي رغم البدن نتاعو اللي هو طويل، دونك الفو فير تريز اتونسيون اللي هو واللاعبين اللي جو من التالي، خاطر بار الماتش يعني في الماتش نتاع موريتانيا بار هو اللي سجل ضربه جزاء، لكن الاهداف سجلوا من ليني اللي وراه لي جوار الكولوار سورتو رقم 10 اللاعب يلعب وراه زاد لاعب مهم برشا. الحقيقه اون تري بون ايكيب باش تكون اقوى من انغولا سا سي سور، ولهنا ننتظروا كيفاش باش يكون التعامل نتاع الجيريس بارابور للمنتخب هذا. قبل ما نجيك سي عبد الباقي، نذكر المنتخب المصري متقدم 1-0 على ضد المنتخب الكونغولي لاعب احمد المحمدي. سي عبد الباقي، فما عامل تاريخيا، هل انه منتخب مالي متقدم علينا في المواجهات 3-1، هو 3 فوز واحنا فوز وحيد، هذا يدخل شويه في الحسابات والا ما يعني حتى شيء؟ بون الملاعبين الموجودين تو ما عاشوش المباريات القديمه مع مالي، معناها كلها فهمت، معناها سيرتو في 3 ماتشوات فيها ماتش 94 اللي قديمه في الذاكره معنا، وفي الحاجات ما نحبوش تفكروها في تونس. ما نتصورش انا معنا لاعب يهبط في التيران يبدا يتفكر انه مالي ربحتنا 3 واحنا ربحينها مره برك، معنا باش يلعب ماتش اللي في التيران قدام 11 ملاعبي معنا مش مصيره معاهم، لازم حد هو بساقيه فهم. ريست الماتش راهو معناها انا البارح قلت اكس 2 معناها مع شويه اكثر بورسنتاج المالي يكونوا واقعيين فهم، ولكن المهم انه الماتش هذا مش يكون محدد لمصيرنا، هذا اللي مرتحني انا، انه ماهوش الماتش اللي مش يحددنا مصيرنا، معناها مهما كانت نتيجته مصيرنا مازال معناها الامال نتاعنا تبقى ديما معناها مفتوحه، ولكن زاد ردوا بالنا من معناها اني نخسر مع مالي بريجيلتا سيري انا نقبلها نقبلها، ماهيش فضيحه ماهيش كارثه ماهيش عار ماهيش واحد، اما رد بالك زيد لا تاكل تريحه، هذا اللي مش منش تحو فيه معناه، خاطر بال
باش بالتمشي اللي ماشي به جيراسي ولا كل شيء فهمت. هذا انت التونسي الوحيد تقبلها سي عبد الباقي. تقعد واقف لتالي ومسيب لها الدنيا وهي جايتك جايتك مع عندهم ان اتاكون دابوي كما ماريغا وناس تطلع من التالي وتبدا تكرتش من اليمين ومن اليسار معناها يولي شيء يخوف برشا. كيف يلزمنا نحاولوا نلعبوا معها الكره باش نحدوا من قوتها سواء باش نعملوا تعادل او نربحوا. كان جات خساره سيريه مش مش سيبا تحب يفحص ايوه هو الى جانب ماريغا فما حتى داما تراوري مركز جبون في المباراه الاولى اللي في موناكو ما نعرفش مازال في موناكو ولا ابسوليمون. وفما عندك زاده فوفانا بيان سور سي دي بون جوار. لكن فما معلومه نحب نقولها اللي قبل كان الحارس الاساسي اللي هو ماغاسوبا رفض انه يكون في النخبه الا انه يكون اساسي يعني بعبارة أخرى تأخذوني إذا نشد أنا إذا ما تحطني مثلا على الدكة أنا فش اسمه سمساء الحرس. فالناخب الوطني اللي هو ماغاسوبا اللي هو محلي رفض ونحاه من الليستة. هذه شنو معناتها؟ معناتها سي ان بوان امبورطون في ليتا ديسبري دي جوار ماليان. يعني فما نوعيه نتاع لاعبين اللي انا نلعب والا ما يساعدنيش فهمت. دونك هذه الاورغوي هذا نجمو نستغلوها. وغلطه الغارديان هذا اشنع من غلطه ورده. المنتخب المصري ينهي الشوط الاول متقدم 2 بلاش على منتخب الكونغولي اهداف احمد المحمد ومحمد صلاح يضيف الهدف الثاني. نحكيو شويه على منتخب تونسي. اكيد الجاهزيه البدنيه تحكي عليها برشا بعد المقابله الاولى للمنتخب التونسي خاصة أنه منتخب أنغولا أنهى المقابلة في المناطق نتاعنا. نسمعوا شنو حكى في راس بالي المعدل البدني للمنتخب التونسي في التصريح للموقع الرسمي للجامعة. نشوف الفيديو وبعد راجعين. احنا اليوم عندنا 25 يوم من اللي بدينا الاعداد للبطوله الافريقيه هذه. الاعداد نتاعنا كان بعد خروجنا من شهر رمضان خذينا بعض الايامات اللي ارتحنا فيهم طبعا يعني الريكوبيراسيون اكتيف عملنا 5 سيونس نتاع نسترجعوا فيهم لي جوار. اليوم نجم نقول لك اللي احنا مازلنا في الكورب اسوندونت نتاع البيك دو فورم حسب البرنامج اللي عملناه. ان شاء الله البيك دو فورم باش يكون معناتها تيوريكمون باش يكون في المباراه الاخيره نتاع موريتانيا ومباراه الدور الثمن النهائي نوصلوا ان شاء الله البيك دو فورم. وان شاء الله من المباراه الثمن النهائي نحاولوا معناتها نحافظوا على الجاهزيه البدنيه القصوى للاربع مباريات القادمه ان شاء الله اللي احنا طبعا حاطين يعني نمشيوا ابعد ما يمكن في البطوله. دونك كما كنا نشوفوا في راس بالي خالد انا الكلمه اللي شدتني قال مثل ما وصلناش للبيك نتاع الفورم نتاعنا باش نوصلوا له في المقابله الثالثه ضد موريتانيا. ما نعرفش اسكو نورمال هذا ولا عادي معناها. لا عادي في الخدمه نتاع ما بتعرف الجيستيون نتاع التوروا ماهيش بيدا جيستيون نتاع الشامبيونا ماهيش فهمت. فما بريباراسيون فيزيك معينه للتورنوا نتاع اسبوعين ولا نتاع ماتشوات معينين. دونك حسب الكلام نتاعو عارف شنو خدم وعارف وين باش نوصلوا في البيك دو فورم نتاعنا حسب ما يحكي في لان ويتيام. ان شاء الله ديسي لان ويتيام وما نكونوا ضمننا الترشح نتاعنا باش في لان ويتيام نلقاو ليكيب نتاعنا في احسن الحالات نتاعها. لكن الكلام يحكي فيه علميا واضح ما نعرفوش شنو خدم اكزاكتومون. هذا يقعد سي انترن في وسط الجروب شنو هو كيسكي زون توشي اكزاكتومون فيزيكمون واسكو هذا ياثر بدنيا ولا لا من بعد توتولون دو تورنوا ولا لا. لكن الكلام اللي يحكي فيه منطقي برشا يقعد اكونفيرمي سور تيران. ماذا بينا وتفاسون تشوف المنتخبات الكل سانز اكسبسيون في المباراه الاولى مالينا حتى منتخب يفوق الاخر بحاجه فيزيكمون. دونك اليوم ابارتير من الماتش نتاع الجورني نتاع اليوم رينا فما تحسن. اليوم رينا نيجيريا بار اكزومبل باكثر فريشور سوكي سور لوغاندا زيمبابوي كيف كيف رينا يعني رينا ماتش فيه يعني معركه بدنيه. دونك نتصوروا زاد المنتخب نتاعنا في الماتش هذا ماتش مالي باش يكون افضل سورمون. زاد مالي كان خدمين بنفس الطريقه ولا هم حاضرين رواحهم زاد عاملين بريباراسيون نتاع التورنوا زاد كيف كيف باش يلقاو رواحهم في الماتش الثاني. دونك مازال التورنوا لكن اهم شيء باش نوصل لويتام لازمنا نكونوا لي دو ماتش جايين نكونوا في احسن حالات البدنيه نتاعنا. وليد تشاطر خالد نفس الراي مش نورمالمون نكون الماتش الاول في البيك نتاعنا. والله كما قال لك خالد معناها التحضير ويكون لازم بريباراسيون اديكوات لوقت معين نتاع بطوله. وهما الملاعبيه معناها تعرف فما لاعبين يلعبوا في بطولات خليجيه فما في بطولات اوروبيه. دونك فما تفاوت معناها في الحضور في الجاهزيه. فوالا انا من رايي
حسب معناها رأيي الشخصي، حسيت فما رزن، حسيت اللي فما فريشور ناقصة في المقابلة الأولى. أما إن شاء الله يكونوا خدموا سو لو بلان فيزيك، إيزون بوسي وعامل استراتيجية هو باش أبارتير دو تروازيام ماتش يتولي فما فريشور مع الريزلتات تبع شوية. هو ممكن يلا بونسي يقول لك ماتش أنغولا بوتيتر نربحوا معناها بأقل فور، فهمتني؟ وإحنا رينا العكس، رينا منتخب أنغولي قلقنا معناها، وكشفت معناها عملنا ماتش نولي اللي ما كانش في الحسابات. دونك إن شاء الله أنا بالنسبة لي فما لاعبين عندهم بوتنسيال فيزيك في المجموعه، وشفت في مقابله انغولا اللي هما معناها فما رزن، فما حاجه كلي نتاع بريباراسيون فيزيك ممكن ان بو لورد. ان شاء الله توا بالوقت الاولاد يخفوا يلقاو الفريشور ويلقاو الفيفاسيتي، و ابارتير من الماتش الجاي ان شاء الله كما قلت نعملوا اون بون ابليكاسيون ان شاء الله. شنو رايك سي عبد الباقي؟ اذا كان نضيع زوز ماتشات ماهيش حاضرين بدنيا، الماتش الثالث ما يضمن زوز ماتشات لانيا. انا في كلامي شبه متشائم على ماتش مالي على بسبب هالموضوع هذا، وحكينا فيه بكري اونوف، وانه البريباراتور يقول لك راهو ما نقاو البيك كان في ماتش موريتانيا، سيتادير راهو ماتش مالي مش يكون صعيب علينا برشا، معناها مش يكونوا في افضل جاهزيتنا البدنيه. وفي نفس الوقت متفائل بالدورة الكل، أني إذا كان بإذن الله موريتانيا نربح ونتعدى مش نكون في حالة بدنية تخول لي باش نخوض الماتشات الجاية اللي نورمالمون مش تكون مع منتخبات قوية، لأن نتاع المنتخبات اللي ترشح اتصاليا كان يجم يتقال الكلام هذايا، معناها لازم يتقال معناها. والله يتقال ما يتقالش، أنا نفضل ما يتقالش، نفضل يتقال بعد من كيف نجيو للتقييم العام نتاع مردود المنتخب، معناها نروحوا من مصر وجي تفسر لي علاش الماتش الاول كذا الماتش الثاني كذا. مش توا تكثر من الكلام ومن الشك ومن معنى ما ثماش علاش نفسر لك كل شيء. طب ثم حاجات راهو لونترنور لازم يخليها الروح، والمعدل البدني يخليها الروح، الامور مهمه. ثم حاجات تخرج الحاجه هذه، انا جو بريفير اني خاطر الحاجه هذه كي تخرج وتترجم وتو مع وسائل الاتصال وكذا توصل للمالي بيان سور. معناها ثم ميساج يوصل لك المالي انه ليكيب ناسيونال تونيزيان ماهيش في البيك نتاعها تو. صحيح. هذا دوني اللي مازموش يكون عندهم. سيدي قال في راس بالي 25 يوم عملنا بريباراسيون ما همش كافيين، معناها تشوفهم انت شاركت اكيد قبل اكيد نتذكر 2004 ما همش كافيين باش نوصلوا للبيك في المقابله الاولى. ايش نقول لك؟ انا في اخر حصه تلفزيونيه في قناه اخرى قبل الكان بالضبط الجمله اللي ختمت بها قلت راهو حبر ما تبدا الكان انتهى، معاش ليكيب ناسيونال توا سون فيرمي، تسكر على روحها تشتغل تخدم تخطى ما تخطاش تكمل الكان، من بعد يجيو كيما قال لك ويجيو التفسير، احنا نحللوا ونناقشوا ونفسروا طبيعي جدا، اما من داخل اينا با بيزوان دابورتي دي زيكسبليكاسيون. واحد اثنين فيما يخص المعدل البدني، كان واحد من الطلبه نتاعي في قصر الصعيد نعرف وليد ناشط خدام سورتو متمكن من المادة نتاعو. ثلاثة باش نرجع للسؤال نتاعك، طبعا تنقصوا بعض الخبره لانه اول مره يكون في المنتخب وهذا اكيد شرف لي هو، وان شاء الله الاطار الفني كله يتكامل مع بعضه. بالنسبه للتجهيز، فتره التجهيز هي الفتره العاديه 25 يوم يعتبر ميم لارج، لانه تعرف مليح جينيرالمون الفيفا تعرف تعطيك باش تاخذ كومبيتيسيون انترناسيونال 10 ايام. دونك بوينت انتروغاسيون علاش ماهيش في التوب نتاعنا معناها. هوجك الفيفا تقول لك اوبليجي ان كلوب باش يمشي للناخب نتاعو 10 ايام قبل الكومبيتيسيون. باه اليوم فما فان دو سيزون، احنا الكوب دافريك هذيا على عكس العاده كانت تصير في جانفي مثلا، احنا في 2004 نعطيك المثال الفريق خذيناه يوم 28 ديسمبر، انطلقنا في الكان يوم 14 جانفي، خذينا كاس افريقيا جمعتين معناها بريسك. جمعتين بريباراسيون معناها بريسك. اي تقريب جمعتين ما بين ايطاليا وجربه، ومن بعد عملنا مقابله اخيره في صفاقس وطلعنا للراد سلوني باش تفهم لكن وقتها الكان موجوده في الانتر سيزون، توا الكان في نهايه الموسم. هذا ديفيرون. نرجع للبيك دو فورم اللي قلت عليه، طبيعي و100% ومام مستحب انك ما تكونش في البيك دو فورم تاعك في المباراه الاولى. خطا طبعا خطا كبير لو مي سي بيان ايفيدامون، خاطرش باش يصير لي شارج الماتشويت ماتشويت الكومبيتيسيون سي اون شارج لا بلوز امبورطون شارج، هي المباراه اكبر شارج للاعب مش تجهيز المباراه. فلو تكون انت في البيك نتاعك ضيف لها لي شارج اللي قاعد تاخذ فيهم في المباريات ماكش باش تمشي لبعيد، وبود ترو ماتش تو فات ديكليني باش تطيح. الاصح هو شنو هو؟ انك تدريجيا المباريات تعطيك نسق تصاعدي حتى توصل براتيكمون للنهائي وانت طالع
فهمتني؟ هذا طبيعي جدا ومام هذاك الشيء لازم يكون. لكن هاو الشيء هذا فالابل لنا احنا وفالابل لادفرسير، لانه انغولا ما يلزمهاش تكون خير منا اتليتيكمون، فهمت؟ اش نقول انا لو نرجع لمباراه كرواتيا في التحضيرات، النسق اللي لعبنا به اللي لعب به الفريق او على الاقل 70 80% من الافكتيف اللي كانوا موجودين في المباراه الاولى هذه، كان نسق كبير. لعبية تبدلهم اي تقريب جوز. كان نسق كبير تبعت المباراه، كانوا في نسق بدني يحتمل هذيك سابورت ان بوان دو انتروغاسيون لومبلاسمون دو سو ماتش لا في التحضيرات. ها واش نقول لك، اما انك تبني التحضيرات تاعك على نسق تصاعدي باش تلقى البيك نتاعك في الفان دو لا فاز دو بول، شيء جميل جدا. بقى مش معناتها راه تتخلى بواجباتك ولا تخلي ليكيبات تفوتك ولا تسجل لك، لا، هذا ما معناه انك توظف الطاقه نتاعك في الاتجاه الايجابي، تستعمل وسائل تكتيكيه اللي تخليك توقف سد منيع وتستغل الثغرات تاع الفرق المنافسه باش تسجل، توتون مونتون بروغريسيفمون تطلع بروغريسيفمون في النسق باش تلقى من بعد طبعا في الادوار المتقدمه اللي فيها منافسه اكثر حده مع منافسين اخرين الطاقه البدنيه اللي لازم تكون بعدين. دونك نذكر مصر أكملت الشوط الأول متقدمة 2-0، هذه المقابلة الثانية للمنتخب المصري. نحن البارح كملنا المقابلات نتاع الجولة الأولى، نعملوا ريكاب شنو صار أهم الأرقام في الجولة الأولى وبعد نرجع لكم. أزل الستار البارح على الجولة الأولى من الدور الأول البطولة أمم إفريقيا مصر 2019، واليوم انطلقنا في الجولة الثانية من دور المجموعات. عديدة هي الأرقام والإحصائيات والاستنتاجات في الجولة هذه تخص منتخبنا منافسينا والبطولة ككل. نبدأ بمنتخبنا والقادم تاعه يوسف المساكني، اللي أصبح أول تونسي سجل في 4 دورات مختلفة بعد تسجيله الهدف من ضربة جزاء ضد المنتخب الأنغولي. الجولة الأولى عرف تسجيل 27 هدف في 12 مباراة، معدل 2.2 هدف في كل ماتش، وهو معدل مرتفع مقارنة بالدورات السابقة، باعتبار أنه لم يقع تسجيل الرقم هذا من الأهداف من قبل. ممكن هذا منطقي باعتبار أنه كان السنة لأول مرة تتلعب ب 24 منتخب بعد ما كانوا 16 منتخب فقط. أسرع هدف هو بونتو البنين اللي سجل بارح ميكيل بوتي بعد مرور فقط دقيقة و45 ثانية في مباراة البنين وغانا. إلى جانب هذا فإن المباريات الكل شهدت تسجيل أهداف لكلها دون استثناء، ما فما حتى مباراة تفيد بالتعادل السلبي. بالنسبة للحالات التحكيمية في الجولة الأولى عرفنا تصفير 5 ركلات جزاء لكلها تسجلت. بالنسبة لحالات الطرد تسجلوا 3 حالات طرد، منها حالة طرد أشهرها الحكم التونسي يوسف السرايري. كملوا بآخر رقم وهو عدد 8، 8 منتخبات اللي عزت عن تسجيل الأهداف. نحكيوا على زيمبابوي، كونغو ديمقراطية، البوراندي، ناميبيا، تنزانيا، كينيا، جنوب أفريقيا وغينيا بيساو. رجعنا لكم من جديد في الإيكيب. كان سي عبد الباقي باش خرجت من التور الأول أو من الجولة الأولى سمح. ما ليناش مستوى كبير. بالنسبة لي أنا توسيع عدد المشاركين في الكان فكرة ما يشبه، معناها من 16 ل 24، خاطر كيف نقولوا كان هي ليليت، ليليت نتاع القارة. احنا تو نلعبوا بشطر منتخبات القارة، ثم 54 بلاد في افريقيا، 24 يشاركوا بريس 50%. إيه علاش مش باهية؟ لانه يولي العاري واللابس يشارك حبل ونبي، فهمت؟ بينما كيف يقولوا النخبه تولي الناس كي ميريت. ديجا هي نفس التجربه ماشيين فيها في المونديال، راهو عندها بوم. نحبش انا ديما تقولوا لي تدخل هذا في هذا، عندها الحكايه كلها عندها ابعاد. لو سمحت سي عبد الباقي، هنا ما شفناش نتائج ثقيله، معناها باش تولي فما ديفرنسا كبيره من المنتخبات. لا رينا نقول لك علاش، رينا مستوى متواضع جدا في الـ في الـ في النهار الاول براتيكمون، ما ريناش ماتش فريمون اللي شدنا. استسهال القوي للضعيف وحدود محدوديه امكانيه الضعيف، عطات نتائج هكا، انا زيرو واني ربحتكم بالسلامه، فهمت؟ معناها حتى الادفيرسير القوي ما ياخذش الماتش بالسيريو اللي لازم ياخذوا به. انت تو غدوه تشوف مصر في الادوار الجايه تطيح في مواجهه والمغرب تتفرج في ماتش ولا مع الجزائر ولا مع تونس، تشوف في ماتش اخر. مش كيما تشوفها تلعب مع مدغشقر ولا مع، شوف
المره هذه عدينا مدغشقر بال24 الكوب دي موند 48 باهي تو نزيدوا نعديو اسرائيل وهي الامور هذه كل حسابات اخرى نتاع خارجه عن نطاق الكره. سيدي 27 هدف في 12 مقابله هذا الرقم اللي شدني اكثر من زوز اهداف في كل مقابله معناها اكيد فما نسق هجومي باهي واهداف نتصور متوسط في عدد المباريات متوسط انا كنت نتصور يكون اكثر ونتصور اللي من بعد باش يكون فما اهداف اكثر. المباراه الوحيده اللي كانوا فيها اهداف بكثره هي مالي وموريتانيا. اللي شدني انت سالت سؤال اللي شدني كذلك هدف ممتاز وانا فخور لاحد اللاعبيه اللي كانوا عندي الموسم هذا في العداله السعودي نتاع مدغشقر الهدف الثاني اندريا كان شفته الهدف الثاني اون كورس تعطاته كره عمل كنترول من غير ما يقف وهزها بالحارس المرمى ففيه خبره. الحاجه الثانيه اللي شدتني كذلك انه نيجيريا في زوز مباريات تمكنت من انها تضمن مكانها من الترشح وعندها 9 مباريات انتصارات دون هزيمه في الكانه وهذا بالنسبه لرور الناخب نتاع نيجيريا يعتبر رقم قياسي في نيجيريا. الحاجه الثالثه اللي شدتني كذلك هو انه هذه مش نعمل اعاده المستوى نتاع المباريات الاولى كلها لم يكن مستوى مرتفع باستثناء ربما السنغال في مردود استثناء سخانه تقلق شويه صحيح مش كان سخانه مكان المباريات اللي هو في مصر وفي فتره نتاع صيف هذا واحد. اثنين تغيير الكان من جانفي الى جوان عنده تاثير 100% مش فقط على النسق البدني حتى على الذهن لانه اللاعبين خاصه اللي ينشطوا في اوروبا وفي كيبات كبيره بالنسبه في مخهم هم سي لي فاكونس ارتاح. تقولي انت فما كاس العالم تو تنجم ترد عليه وتقولي ايش بيه في كاس العالم او تصير في الوقت الاولمبياد كيف كوبا امريكا تلعبتها وزاد باش نجاوبك لا موتيفاسيون نتاع كاس العالم بور جوار سنة ريانا فوار بالنسبه لكاس افريقيا انا لاعب نلعب في ليفربول كي باش نمشي كاس العالم التحفيز نتاعي ما تتصورش كبير برشا لان فيه ان بريفالو كبير في حين في الكان بالنسبه للجوهرات الكبار نحكي الكان شنو باش يزيد له الماني حسب رايك انت باش يزيد له بريفالو بالنسبه للناس اللي تشوفيه هو يمشي للكوبا امريكا موتيفي يبدا الجوهرات معنويا نحكي لك كوبا امريكا القيمه نتاعها مش قيمه نتاع الكان راه رد بالك انا هيك في تصوري لانه فيها اكثر جوهرات من سيت عالمي هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه اللي نحب نقولها كذلك هو كون غدا في مباراه جد هامه لما بين السنغال وما والجزائر ففي تقديري من المباريات اللي باش تكون في قمه كرويه لا فقط لانه الفريقين اثنين انتصروا بنفس النتيجه 2-0 2-0 الفريقين اثنين تقريبا في التاريخ نتاعهم متساويين على مستوى المجموعات ما بين الزوز فرق عندهم زوز ناخبين كسوا بالماضي ولا شو اسمه سيسي تقريبا من نفس وطنيين زوز وفرد عمر بيناتهم نهار في تاريخ الميلاد يعني نفس الفكر عايشين فرد مدينه واحد تولد في المدينه هذيك في فرنسا والاخر جاء عمره 9 سنين نفس المونتاليتي نفس التكوين هذا بالنسبه للناخبين وحتى الجوارات القيمه نتاع الجوارات في الفريقين تعتبر قيمه لاباس بها فاذا حسب رايي انا غدوه تكون انطلاقه نتاع قمه كرويه لاباس بها. اخر حاجه اللي اليوم سمعت بها واللي هي بالنسبه لنا حدث حزين برشا اليوم في مدغشقر 16 واحد توفوا في ملعب كره القدم الملعب الوطني نتاع مدغشقر ليش لانه كان فما تجمع كان فما سيكوريتي هو اليوم الفات ناسيونال كلفات ناسيونال تاعهم ورئيس دوله عنده ترش من خطاب وبعد عندهم ان كونسير ما كانش فما سيكوريتي لكن السنغال لعب ضد مدغشقر عمناول في التصفيات في مدغشقر في الملعب هو بيدو ومات كذلك واحد من لي سيبورتور في الماتش هذايا خاطر فما معناتها اون كومبرومون هنا سؤال مطروح فهمت شنو ليزيون معناتها باش نجيك ها باش نجيك شكون البريزيدون تاع الكاف احمد منين اي مدغشقر ها في بلاده فما ما فماش تنظيم في الملاعب وفي كره القدم فما الموت اصلا فما الموت هنا هاو الربط وين يعني من المفروض لما تكون انت على قمه نتاع هيكل كروي يشمل القاره الكل انت تكون المثل الاول في بلادك تقول انت مش مسؤول لكن سامحني على الاقل رياضيا انت المسؤول الاول وليد باش خرجت من الكان من الجوله الاولى والله ما شفتش مستوى كبير ونوافق سي رضا في الحكايه نتاع مش كيما في جونفي كيما في جوان بيان سور خاطر البريباراسيون ماهيش هي معناها مش فرد وقت ومش فرد تحضير فما شويه ديفيرونس ما بين المنتخبات الافريقيه والمنتخبات العربيه خاطر دوناتور اللاعب الافريقي معناها ايريزيست معناها بلوس كو لو جوار عرب معناها ونور افريكان في المورفولوجي في البدن في الـ في الـ في, الـ في البنيه في كل شيء الحقيقه شفت فما مستوى معناها نتاع معناتها انديفيدويل فما لاعبين معناتها روماركابل يجلبوا الانتباه
سينون لو ريست نستناو في الجولات الجايه كما حكينا معناها بوتيتر غدوه نشوفوا ماتش كبير بين السنغال وما بين الجزائر وان شاء الله معناتها المستوى يمشي ويتحسن خاطر نتصور لي بريباراتور فيزيك نتاع لي زيكيب الكل اللي سون على باج وقاعدين عاملين معناتها استراتيجي وعاملين معناتها بروغراماسيون تدريجيه دونك ان شاء الله المستوى يمشي ويتحسن ان شاء الله بالمقابل. شنو شد انتباهك خالد؟ اللي في جينيرالمون في اول جوله مستنسين تصير دي سوربريز وما واحده لكن في الكوب دافريك هذه ما صارت حتى سوربريز رغم اللي المستوى ما كانش باهي يعني ما لناش فرق مثلا جاب باش تدافع ومام تاون باش تلعب بالكونتر فما فكر واضح فما عادي فريق كبير شاد فريق صغير يستناه يغلط يربحوا هي اهم سوربريز ظهر لي اوغندا ربحت الكونغو وشويه تونس وانغولا ولا الكونغو عندها مده تعاني راه الحقيقه ماهيش فوالا ملي تحت المونديال تحس مونتالمون الفريق ظهر دايور اليوم ضد مصر الناس كل سنه باش يعملوا رياكسيون ديجا هم خاسرين فوالا دونك ماهيش سوربريز كبيره يقعدوا المنتخبات اللي اساميهم كبار نيجيريا كامرون مصر هذوما اللي عندهم لي تراديسيون ما يسامحوش السنغال كوت ديفوار دونك ما فماش دي سوربريز نقعدوا نستناو الجوله هذه ابارتير من اليوم الحقيقه طلع شويه النيفو على المستويات الكل اليوم ما زيمبابوي اوغندا ماتش باهي نيجيريا كيف كيف يعني فما ان فوليوم فما فوالا فما ان فوليوم مصر كيف كيف ما نتفرجوا في الماتش بس كي سور اللي فما ماتش باهي دونك ابارتير من الجورني هذه باش نراو ممكن الكان على الاقل فيها حسابات لكن فيها كوره دونك بعد الجوله الاولى وقع الاعلان على المنتخب نتاع الجوله هذه اللي فيه 11 لاعب بالطبيعه من نيجيريا الجارديان اكبيي بانانا كوليبالي الينا في الديفونس كذلك موجود ميكائيل بوتي لاعب منتخب البنين سجل جزء اهداف كذلك حكيم زياش ادما تراوري اللي حكى عليه سريفا قبل شويه كذلك المصري محمود تريزيجي من اوغندا ميا موجود رياض محرز وكذلك كابا شنو رايك سريفا فما لاعبين تشوف تستحق كانوا يكونوا موجودين معنا جوارات على البنك من تونس ولا لا فما كاين 11 لاعب لا فضلك نعرف تشوف فما سكون من تونس يستحق معناها لا هذا ضو المباراة الأولى أبدا ما عندناش حتى شك اللي كون مباراة الأولى ما تحاولناش باش نكونوا واحد من اللاعبين هذوما لا هو راهو بصفة عامة المستوى الدور الأول ما كانش كما يجب ونتصور وقع اختيار اللاعبين اللي كانوا مؤثرين على الأقل في المباراة بالتسجيل أو كذلك دفاعيا ف اختيار يكون طبيعي جدا لكن وقتاش باش نشوفوا ليفريج وور بعد نهاية المرحلة الأولى وقتها تعرف قيمة اللاعبين اللي عندهم قيمة مثلا ماني نتاع السنغال ما لعبش وسبب انا عرفته كان اليوم شافي بالي مصاب ماهوش مصاب لانه عنده عقاب معاقب مباراة من التصفيات دونك توا يرجع مباراة وليد نلقاو بانانا لعبت معاه برشا والله فرحت برشا قبيله نحكي انا وخالد الحقيقة اول كان بالنسبة لي بانانا يلعب عنده مدة في البطولة اليونانية ومعناتها انسان مثالي معناها ملاعبي عنده كرويا معناها ملاعبي باهي وزيد عنده طبيعه حلوه برشا فرحت له برشا الحقيقه كنشوفه موجود توا معناها برمي التشكيله المثاليه ان شاء الله يقعد معناتها يكمل ويواصل وان شاء الله معناتها يمشي الجمعيه ويتعدى الباليم خير ان شاء الله سي عبد الباقي ثلاثه ملاعبي عرب وحتى لاعب من تونس با في المردود الجماعي نتاع منتخبنا في الماتش الاول ما خول حتى الملاعبي باش يبين ايش عنده رغم انه بون في هذوما في المطلق في هذوما المساكن يا قبلاصه بار اكزومبل مي حسب مردوده في ماتش انغولا على الغالب انا ما مشاش كوم الفو نحب برك نرجع لحكايه ال 24 مره اخرى من ضمن المساوئ 24 منتخب صحيح اي من ضمن المساوئ انه يترشح الاول والثاني وكاتر ميور تروزيام معناها تي ما هو عملها قرعه من الاول 24 واحد وقرعه واللي يخسر يروح هكا وخلينا معناها عباره عن نلعبوا برومي تور باش الناس كلها ترشح صحيح. فهمت دونك يعني حتى لو يتيام دو فينال باش تلقى فيه منتخب ما يستحقش خالد تعتبرها تقوى اللاعب خالد تعتبرها هذه احسن تشكيله ولا فما لاعبين اخرين كنت تشوف انهم يستحقوا لا وماريناش الحقيقه كان نرجعوا نشوفوا التشكيله على الشاشه ماريناش ريناش مستوى كرة كبيرة ممكن كيما متفقين الناس كل لاعبين ترى فيهم ممكن 90% ابار زياش ما ماركاش باقي كل يعني كانوا مؤثرين بتسجيل الاهداف بونجيح مثلا لكن بونجيح عمل تري بون ماتش ما سجلش ممكن هذا اللي ولا سجل ضربة جزاء بلانتي بلانتي فوالا
خذ لك كابار زياش الحقيقه اللي في المنتخب المغربي واضح ان جوار بريان كان لا بلاك تورنانت نتاع المنتخب المغربي وما سجلش هدف باقي كل ظهر لي ممكن اختاروا اللاعبيه اللي سجلوا اهداف ماني قلت لك ابارتير توا من الدوزيام تور باش نبداو نفهموا الجاهزيه البدنيه والفنيه والتكتيكيه نتاع كل منتخب على خاطر باش يولي يقرب الترشح وسوكي سور فما منتخبات نتصور حتى من الكبار باش يلقاو بعض المشاكل. ما فماش برشا لاعبيه تألقوا في الجوله الاولى هذه لكن اخترنا لكم لاعب منتخب البنين اللي سجل زوز اهداف في المقابله الاولى ميكائيل بوتين شوفوا الفيديو بعد رجعنا. بعد نهاية الجولة الأولى في دور المجموعات في كان 2019 اللي شهدت بروز أكثر من ملاعب كمفاجأة في الدورة ولعل أبرزهم ميكيل بوتي مهاجم المنتخب البنيني اللي سجل ثنائية في مرمى المنتخب الغاني في اللقاء الأوفي بالتعادل 2-2 تبقى الكرة عند فريق البنين والتعادل منتخب بنيني عاثر نتيجة ثنائية هي الأولى للملاعب هذا في تاريخ الكان في ماتش فاجئ فيه زملاء بوتي المنتخب الغاني. وليدي يستحق بوتي أحسن لاعب وأشوفه ملاعب بآخر جبد لك انتباهك. والله ممكن شجعوه انا الحقيقه ما عنديش عليه فكره كبيره اللاعب هذا كلنا ما نعرفوش 34 عام يلعب في درجه ثانيه في تركيا لكن عمل ماتش باهي وسجل جزء اهداف منهم هدف تقريبا من نص التيران كذكر الناس الكل معناها وسجل هدف هذاك علاش جلب الانتباه قلت لك فما دي فالور سور معناها فما جوارات معروفين باسميهم تنجم تحطهم انت اليوم في ليكيب تيب لكن هما معناتها يكونوا اومي فورم ولا ما يعملوش مقابلات باهي هذاك علاش لازم معناتها تستنى اللاعب اربع خمسه مقابلات باش تشوفوا معناها اسكي لي كونستون في الروندمون ولا لا بالنسبه للملاعب هذا اسويفر معناها كبيره كبيره لكن ملاعب كبير ينجم يكون الى دي كاليتي الى دي ليكسبيريونس ينجم معناتها يربحك في 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 تروفي معناتها ملاعب كبير معناتها يفو با لو سوزيستيمي سينو شفت انا نتاع الكاميرون لو كابيتان سيرتان موتينغ شوبو موتينغ فوالا شوبو موتينغ ملاعبي باهي صحيح رابيد تكنيكمون اي تري فالابل سينو راني قلت لك فما دي فالور سور اللي قاعدين نستناو فيهم معناتها في روندمون باش يكونوا مخير وفوالا خالد يستحق فما لاعب اخر عجبك ممكن نستحق سكيسور يستحق خاطر وراه ما ماتش نول ممكن مهم برشا للبنين غانا كما نحكيو على منتخب من الكبار ياسر نتاع افريقيا سي با ايفيدون بالساعه تتعادل مع غانا ونعرفوها غانا قويه ياسر في سورتو في الكان عندها دي تراديسيون يسجل دوبلي في العمر هذا دونك سكو ياسر يستحق على الروندمون اللي عملوا لكن فما لاعبين اخرين برزو زيمبابوي فيهم لاعبيه يعني دو تري بون نيفو الحقيقه بيليات موسونا كيف والله في جنوب افريقيا فما اللاعب زاد في اوغندا لي دروا جوار تري رابيد فما لاعب سكيسور في كل اديسيون فما لاعبيه يبرزوا ماذا بينا ان شاء الله لاعبين من المنتخب نتاعنا اللي راهو مفاجأة سارة اللي ديما جينيرالمون تصير مفاجأة إن شاء الله واحد من ملاعبيتنا يكون فعال على الأقل في الماتشوات الجايين خاطر تعرف الناس كل توا تحضر كيما يلزم تعرف في السكاوتينغ يعرفوا بالديتاي وكل ملاعبي والكاليتي نتاعو كيف ينجموا يحصروا كيف ينجموا يحط يعملوا ميثود باش يحد لك من النقاط القوة نتاعك لي جوار اللي ما فماش عليهم عين كبيرة هما اللي ينجموا يعملوا انكسبلوا مام بوتي هذا الملاعب بوتيتر 34 ممكن غانا ما تعقرتلوش حساب كبير لكن هو كان وراه تعادل كبير ان شاء الله كيما قلت لك راهو ملاعبيه في المنتخب نتاعنا اللي يبرزوا ويعملوا لي فيت سوربريز شكون اللاعب شد انتباهك عبد الباقي انا الملاعب اللي شد انتباهي في ماتش غانا والبناء هو يوسف السرايري كيفاه الاربيتر دي ماتش اللي هو تونس على الورقه الحمراء الاربيتر دي ماتش كان معناها شد ماتش باهي بالكدا بالكدا والورقه الحمراء تتطلب فريمون شخصية واربيتر واثق من روحه وما يساومش في القرارات سواء مع لاعبي من غانا ولا حتى من المانيا
معناها عدى زفر ماتش باهي ينبأ بكل خير. صادق السالمي بيدو ماتش الاول عدى ماتش باهي وهذا ينبأ بكل خير ان شاء الله مع المنتخب مش يكون عندنا اربيتروات يمشيو القدام زاده في التورنوا هذه. بالنسبه للملاعبيه بصراحه معناها الى حد الان ما ريتش ملاعبي معناها الملاعبيه الباهيين موجودين الى حد الان بسميهم برك وانت سيفا. انا شوف كي نقول لك ابو تريكا ولا نقول لك ايتو ولا نقول لك معاش بوما ولا دروغبا اسامي كبار شفت وحدين هنا توا في الكومبيتيسيون مازال ما شفناش في النيفو ما نحكيش حتى في الاسم الكبير ما شفناش ستيل ولا في النيفو نتاع اللاعبين هذوما ما معناه ربما مازالوا المباريات ان شاء الله نقولوا احنا نلقاو لاعب يخرج من الدوره هذه في المستوى نتاع اللاعبين هذوما اللي كانوا يا اما هدفين يا اما نفهم من كلامك ما فما حتى حد حتى من اللاعبين معناه الوقت الحالي لا بوتي شفتوا هذا اللاعب شفته نعرفه شوف في مباراة أولى ما كانش استثنائي في المباراة الأولى أنا وقتاش رأى جوار وقت لي في مباراة كاملة يكون هو يكونفيرم وهز الفريق الكل بالإمكانيات نتاعه فهذا اللي نحب نقول لك لكون على الأقل المباراة الأولى ما ظهرتش أن فري نيفو دان سارتان جوار كي كونفيرمي حتى شو اسمه لاعب مصر ليفربول صلاح كنا ننتظروا اللي باش يكون هو هز نجيو نفس الموضوع دونك كما كنت تحكي محمد صلاح كيف ما محرز كوليبالي بعدد الملاعبيه كنا نستناو منهم برشا حاجات في الكان هذه اخترنا واحد منهم محمد صلاح ولو انه ممكن جاوبنا شويه سجل اليوم الهدف الثاني للمنتخب مصر نشوفوا الفيديو وراجعي محمد صلاح نجم الكرة المصرية ونادي ليفربول الإنجليزي كان واحد من الملاعبية اللي استنوها متابعي وعشاق كرة القدم العالمية والإفريقية للبروز في كان مصر 2019 المقامة حاليا في مصر. صلاح على غير العادة وبعد التتويج الأخير مع ليفربول في الشامبيونز ليج ظهر في اللقاء الأول للمنتخب المصري ضد الزيمبابوي بأداء محتشم وهو الشيء اللي يطرح تساؤلات عديدة على بروز محمد صلاح. وبعد نهاية 90 دقيقة الأولى للمنتخب المصري ومحمد صلاح النجم نقولوا اللي صلاح كان أكثر مليا بمخيب للأمال في الجولة الأولى من كأس إفريقيا للأمم. وليد سنين برشا من محمد صلاح اكيد واحد وصل للنيفو كبير برشا مقابل اليوم شفناهش برشا شفنا تريزيجيه في المنتخب المصري. والله شوف بالنسبه لي انا محمد صلاح جوار معناتها دوزيام فوا ميور بوتور في البريمير ليغ ما نجمش يكون راهو ملاعب عادي هذا ماهوش ميسي لكن صلاح معناتها سيتان غران جوار خلينا نقولوا اليوم صلاح بالنسبه للمنتخب المصري راهو حاجه غرانديوس وممكن الحاجه هذيك كيما حكينا في الحصه السابقه الحاجه هذيك تقلقه هو وتقلق زملائه بوتيتر اللي هو معناها تحس الفالور نتاعو اكبر شويه من صحابه تكنيك وتسكو فولي اليوم سجل شوف ساريف معناها عادي ما كانش في النهار عادي خاطر هو ماهوش يلعب في ليفربول يلعب في المنتخب المصري المنتخب المصري ماهمش لاعبين ليفربول دونك تصير اللي هو كيما تصير لاي ملاعب اخر في قيمته هو ولا حتى اقوى منه دونك ينجم صلاح راه يكون ديسيزيف مع المنتخب المصري اليوم قلت لك سجل ينجم في المقابلات الاخرين معناتها يتحرر ملاعب اتو مومو ينجم يعمل لك ديفيرونس كيف هو كيما فما ناس اخرين زاد بالاكسبلوا انديفيديوال كيما عندنا زاد نحن في المنتخب خلينا شويه نحكيوا على اولادنا زاد كيما يوسف كيما مثلا سليتي ولا وهبي ولا معناتها بدري الاولاد الكل معناتها ينجموا ان شاء الله بالماتش الجاي ان شاء الله يظهروا امكانيات كبيره. خالد شكون النجم هكا ستار في الكان اللي استنيته باش يعدي ماتش باهي؟ بعد لا بريمير جورني مازال بكري تعرف تحكي واحد الجورني الاولى بالطبيعه هو المستوى الكل ما كانش كبير ياسر دونك ما تستناش من ملاعب بركه باش يبدل الوجه نتاع منتخب ككل نوتامون صلاح العينين الكل عليه ما تشوف ماتش زيمبابوي ياخذ الكره واحد وراه زوز فهمت دونك سا سرا با فاسيل سورتو بور لي ستار الجوارات المعروفين لكن انا ريت باغ اكزومبل ماتش المغرب زياش تحسوا الملاعب اللي ماخو على عاتقه المنتخب المصري يحب يوري حاجه فما فولونتي كبيره صلاح كيف راه مالغري تو قاعد يقوم بمجهودات وتحس لي المنتخب المصري يحب حتى يبدل اللعب
الملعب نتاعو سويفون لي كاليتي نتاعو واللي هما يحب الاسباج ورك تاع صلاح الناس كل تعرف هو ان دي بلو رابيد جوار او مون دونك لان تحس حتى فوالا تحب حتى تحس المنتخب المصري يحب يلعب على لي ترانزيسيون اكثر من اللي يعطيه كره في ساقيه وقتها ممكن ما يكونش افيكاس باقي مازلنا نستناو شو كيسور فما ابار لي ستار والناس كل تستنى فيهم فما ملاعبيه باش يطلعوا وهم ملاعبيه متعرف كيما قلت لك الناس كل تحضر توا الناس كل تحضر الماني وصلاح وزياش و دونك يقعد اللي فات سوربريز ما عندكم شي يجي ما عند الملاعبيه اللي بتاتر حتى حد ما كانش يتصورها على انستار الكاميرون ليديسيون اللي فات ملاعبيه ممكن صغار حد ما كان يتصور الكاميرون باش تعمل حاجه اي با بتي تبتي كل مره في كل ماتش يطلع جوار ويعمل اكسبلوا لين يلقاو روحهم شامبيون دافريك نفس الشيء الكاميرون زاده ليديسيون هذيا تحس فريق متجدد دي جوار عندهم برشا امبيسيون نجم يكون زاده المفاجاه نتاع الكان كما قلت لك جنرال مور ملاعبيه اللي ما تستناهمش وما يكونش عليهم برشا عينين هم اللي يبرزوا في اللي كان سورتو ربي جوست تعقيب صغير عندنا ليكزومبل نتاع لاتاكون تاع البنين وعندنا زاد ليكزومبل نتاع 2010 نتاع نجي جدو لاتاكون تاع تاع مصر اللي ماركا لك 5 بوت في كومبيتيسيون ولا 6 برشا ليكزومبل بس جوج عملوا نتاع الكاميرون ما كان يعرفوا حتى حد زاد كيف كيف هذوما الملاعبيه اللي معناتها يعملوا سوربريز كما قال خالد سيفا شكون استنيتوا رياض محرز مثلا زياش بونجاح بونجاح كنت ننتظر باش يكون متالق لانه عمل بروغريسيون سجل الموسم الفارط اعداد استثنائي من الاهداف رياض محرز كيف كيف ماني صلاح هذوما الاسماء الكبرى اللي من المفروض حتى كان ما ظهروش ولو انه ما لعبش ماني اي حتى لو ما ظهروش في المباراه الاولى ولا ما لعبوش على مدى أربعة وخمسة وست مباريات حسب الوصول تاعهم من المفروض يوصلوا للمستوى اللي هو يمثلهم اللي هم في في البطولة الإنجليزية أو في غيره تبقى أنا موافق اللي يكون في كل كان يطلع اسم ما كانش منتظر وخاصة بحكم أنه سناء فما فرق مغمورة كثير بحكم 24 فريق مشاركين اليوم نحكيه على البناء على المهاجم تاع البناء دونك سي ما يكون ربما ما كانش عنده حظ لو مشى بالسيستم القديم اللي كان ما كانش موجود فريق تاعو مش يكون موجود فهذه ربما من الفوائد القليله لادماج 24 فريق فنتصور انه في على الاقل خلال ثلاث مباريات الاولى سنرى بعض الاسماء اللي هي مجهوله على الاقل باش توري روحها وفرصه نعاود ونقول لاني انا نعرف مليح اللاعب تاع مدغشقر اندريا كان في فرنسا هذا اندريا كان لاعب اساسي تاع اتحاد العاصمه مده 4 سنوات واخذ الحذاء الذهبي سنتين في اتحاد العاصمه لكن بحكم انه الريغلمون منع على في فتره اللاعبين الاجانب ان يكونوا موجودين في البطوله الجزائريه فكان مجبر انه يغادر وراح مشى لاحد كانت في الممتاز فصار له كسر مضاعف على مستوى الكاحل انا خيرت وقمرت عليه جبته معايا قعد شهرين وهو يتعالج فاخذ المسار تاعه صحيح اللي هو مساره القديم اللي عنده حاجتين هامين جدا اللي كان يحكي فيهم السرعه والفنيات الراجل وقت يصير يعمل لك كنترول اون كورس والكره وراه ان بو على زيدان ويوصل يهزها بحارس المرمى راهي اللي عنده امكانيات لاباس بها سي عبد الباقي تقول لي الصادق سين هلا قلت لك على صادق سالم قلت لك عمل ماتش باهي ساي صادق سالم يوسف سراري نورونا يعطيهم الصحه وان شاء الله يكملوا هكا انا بالنسبه لي ما تستناش باش تشوف محمد صلاح من هنا لاخر الكوب في المستوى نتاع محمد صلاح نتاع ليفربول وما استناش باش تشوف محرز في المستوى نتاعه نتاع مانشستر وهذه كانت ديما في الكوب دافريك النجوم الكبار اللي يلعبوا في الاوروب يجيو في الكوب دافريك ما نلقاهمش بنفس المستوى اللي هما موجودين به سواء ايتو قبل نتاع برشلونه ماهوش نتاع الكاميرون في كوب دافريك، دروغبا تشيلسي ماهوش دروغبا الكوت ديفوار في كوب دافريك، علاش؟ لانه لو كونتكست اي ديفيرون، معناها فرق بين الكونتكست اللي يلعب فيه صلاح مع ليفربول واللي يلعب فيه مع المنتخب المصري، وبالتالي ما تستناش انه المستوى نتاعو مش يكبر للدرجه اللي ربما شفناها في ليفربول من هنا الى اخر الدور، معناها حاجه تعودنا بها، اعطيني انا لو ديرني دي ديرني دروغبا معناها من الاسامي الكبيره، اعطيني تورنوا عداها دروغبا به. ولا واحدة. بو ساعات يعمل لك اكسبلوا انديفيديوال نتاع بونتو يماركيهو لك من لا شيء ولا كذا وسالت لا ديجا زياش اللي قال خالد صحيح اللي ربما ظهر اكثر فيهم مي باقي ماهوش نتاع اجاكس باقي بعيد معناها فهمت لانه في ليفربول صلاح يتلفت مع اكس وغريغ وزيد في 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 المغرب في المنتخب المصري حاجه اخرى ثم ولكن يبقى وجود الملاعبيه هذو في منتخباتهم مهم مهم ومهم جدا ومؤثر جدا، إذا كان ما يأثرش من الناحية الفنية والبدنية راهو يأثر من الناحية الذهنية على المنافس،
لأنه وقت نهبط مش نلعب مع مصر فيها صلاح نقرأ ألف حساب كما قال خالد يكركر لك حتى بالكذب زوز لازم لعبية معه فهمت ديما وجوده يكون مؤثر وعنده تأثير إيجابي على المنتخب نتاعك فيك صحة سي عبد الباقي دونك هكا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم قبل ما نختم محمد ذكر المنتخب المصري متقدم 2-0 قدام منتخب الكونغو أهداف أحمد المحمدي ومحمد صلاح شكرا لك سي عبد الباقي عايشك ميرسي وليد الهيش يعطيك صح عايشك شكرا سي رضا بارك الله فيك خالد المولي يعطيك صح دونك هكا نكملوا حصتنا اليوم غدوه اكيد يرجع لكم زميلي حيدر الشاني نتقابلوا في مواعيد رياضيه قادمه على ام تونسيا